الأعمى. لك والله هذا نزيل الأخراس. شو هالليلة الحلوة هي. خير ان شاء الله. مين عم يدق الباب علينا بهذا الوقت؟ قوم شوف مين ابن عمي. يلا. لا ينخطف لونك، لا ينخطف لونك، جاي نسلم عليك ونرجع على بيتنا. شنو كثير مشتاقين لك الكراس. أهلين. لا يا منظور، هيك من الباب؟ أنا ساكن هون وصار الوقت متأخر. كداش معه عقل، الوقت صار متأخر ما فيني إلا تفضلوا تفضلوا. مزبوط مزبوط. معناها ليك وينك؟ بكره بنجي لعندك بنشرب كاسة شاي اكرك عجم على رواق. ليه سكتت؟ يكون ما بدك يعني نجي لعندك ولعندك نجي. إذا ما بدك نجي لعندك قول لا تستحي. أنا عندي شغل من الصبح للمساء وما لي فاضي. حلو، معناتها بس خلص شغلك بنشوفك. إيه ماشي. أبها أبها عم يقول لك تصبح على خير بس في الخرساني. ماشي روح عبيد. وعدنا بكرة. الحمى لك شو هالمصيبة هي؟ لك هدول شلون عرفوا بيتي؟ لك شلون؟